معنا مشاهدينا في يوميه جديده من يوميات صباحيه دوزام. اليوم غادي نتكلموا على القانون 18 القاضي بتنظيم عمليه جمع التبرعات وتوزيع المساعدات في الورقه القانونيه مع الاستاذه خديجه الروقاني. صفاء بوجناح اليوم جابت لنا او غادي تحضر معنا واحد الوصفات طبيعيه كلها محضره بالارز. المصممه مريم الحجوجي ضيفه ليلى حداوي في فقره قفطان صباحيه دوزام، والبدايه مع فقره الصحه العامه. مرحبا بكم معنا في صباحيه دوزام. فقرة الصحة العامة رفقتك دكتور ليلى بشرى غادي نتكلموا فيها على موضوع جد مهم، هو كيفاش نوجد راسي ونهيئ الجسم ديالي للصوم، لاننا كنعرفوا فاش كنصوم كتجي واحد بطريقه مفاجئه. الجسم اللي يولف على الفطور الغداء، كاين الناس اللي كيديروا يعني العشيه هذاك واحد الوجبه مسائيه وعاد تيقول العشاء. الان تعشى وكندوز واحد النهار بجميع الطقوس والقواعد ديالو حتى كنصبح صايمه، ف غنقولوا ان الجسم ديالنا بحال شويه ما تيبقاش عارف شنو واقع، فواش كاينه شي طريقه انني نستعد بها شويه بشويه للصيام؟ الصيام فعلا فالجسم ديالنا خصنا ندربوه تدريجيا باش يقدر يصوم. دونك حنا قبل من رمضان خصنا نحاولوا نقصوا من الكميه ديال الاكل اللي كناخذوا. لهذا معروف الناس بزاف كيصوموا بزاف شعبان، دونك هي مساله جيده لاننا كنبداو ندربوا الجسم ديالنا. كذلك خصنا نقاطعوا على المنبهات لان هي اللي كتسبب لينا في ذاك الاسبوع الاول في الالم ديال الراس، في ذاك التعب، في المشاكل ديال النوم. دوك المنبهات كنتكلم على القهوه، على اتاي، على الليمونات. وكذلك مساله جد مهمه هو اننا خصنا نعرفوا بان هذا الشهر ديال الصيام الناس اللي كيكونوا في صحه جيده خصهم يستافدوا منه باش الصحه ديالهم تستافد منه لو بلوس بوسيبل. وكذلك الناس اللي عندهم امراض مزمنه حتى هما عندهم واحد المجموعه ديال الاحتياطات اللي خصهم يديروها. دوك من اهم الاشياء الناس اللي عندهم امراض مزمنه خصهم لا بد من واحد الزياره ديال الطبيب قبل من رمضان، يقادوا الدواء ديالهم اكزاكتومون، يقادوا الدواء، وكذلك واش مسموح لهم ولا لا انهم يصوموا. هذا بالنسبه لبعض مرضى السكري، يعني السكري دوك نعطيو بعض الامثله بحال دابا الناس اللي عندهم مرض السكري وكيتناولوا ماده الانسولين او الحقن ديال الانسولين فهم ممنوع لهم انهم يصوموا. الناس اللي عندهم فشل كلوي كيديروا ليموجاليز، الناس اللي عندهم فشل في الوظيفه ديال القلب اللي كتكون متقدمه هما ما يقدروش يصوموا. كاين بعض التعفنات بحال داء السل، كنعرفوا بان العلاج ديالو كيدوم تقريبا 4 شهور حتى 6 شهور حتى 9 شهور كنظن بعض على حساب البلاصه اللي جا فيها داء السل. دونك في اثناء العلاج في غالب الاحيان فالطبيب ما كيسمحش لينا بالصيام. كذلك كاين بعض الامراض بحال الصرع ولا ليبيليبسي اللي ما مسموحش لهم ان يصوموا. علاش؟ لان خصهم ياخذوا الادويه في واحد المواقيت محدده. دونك الناس اللي كياخذوا ادويه على المدى البعيد ولا عندهم اون مالادي كرونيك لا بد من الزياره ديال الطبيب. علاش؟ لانه غيعاود بعدا يسمح لهم واش يصوموا ولا لا، ويعاود يقدم معهم الادويه ديالهم باش يعرفوا امتى ياخذوهم، واش في الفطور، واش في السحور، ولا في العشاء، باش ما يكونش ان في بعض الاحيان الادويه كيتقارب للاوقات ديالها. والاعراض الجانبيه كتكون اكثر ولا كيوليو عندنا مشاكل اخرى. بعض المرات تفاؤلات، يعني تفاؤلات باسكو كنقارب الجانبيه اللي هي غير مستحبه. نعم اكزاكتومون. دوك هذه المساله هي جد مهمه. كذلك بالنسبه للناس اللي بغاو يستافدوا من الصيام باش يحسنوا من الصحه ديالهم، فكنعرفوا بان الصيام عنده واحد الفوائد كبيره على الذات ديالنا. فهو كيخلي الجهاز الهضمي انه يرتاح شي شويه، كيخلص الجسم ديالنا من السموم اللي تراكمات. ولكن باش نقدروا نستافدوا منه كاينه واحد الطريقه، ماشي طريقه، كاين واحد المجموعه ديال النصائح اللي خصنا نحاولوا نتبعوها باش تكون استفاده اكثر. استافدوا من هذا الشهر الكريم. حنا صايمين العشاء ديال غادي نخسروه. اكزاكتو. فالاستفاده بيان سور غادي تكون بواحد النظام غذائي اللي خصو يكون متوازن على النظام الغذائي اللي نعقلوا عليه. خصو يعتمد بالاساس على الخضر والفواكه ونقصوا ما امكن من اللحوم. علاش؟ الفيتامينات هما الاولين. اكزاكتو. علاش؟ لان بزاف ديال الدراسات الان كتعرفي بان لو جون ولا الصيام ولا كيتعتبر من بين العلاجات بحال من العلاجات اللي الصيام المتقطع دابا تخيز على مود. كاين مراكز في اوروبا وفي امريكا اللي كيقترحوا الصيام المتقطع. اكزاكتو. ماشي غير ماشي غير باش ينقصوا من الوزن، ولكن لعلاج بعض الامراض ولو بيانات ديالنا. راه حتى بين قوسين دكتور انا تنتكلموا على الصيام، فحتى كاينين مرضى السرطان اللي بعض مرضى السرطان
الاخرين كيعاونهم الصيام كيعاونهم باش انهم يعني يوليو في صحه جيده. ماشي كلهم سي دو كاباركا ما غاديش هذا الناس اللي عندهم سرطان بزاف نعم كيتعالجوا بلا شيميوثيرابي ولا راديوثيرابي ما يقدروش يصوموا لان هاد العلاجات عندها اعراض جانبيه اللي كترهقهم بزاف. الى الطبيب عطانا لو فو فيغ ما كاين حتى مشكل، ولكن باش نديروها من مورا الطبيب ولا نخبيوها جو نو سوي با داكور، لان بعض المرات كيوقعوا مشاكل كبيره الاشخاص لان كنعرفوا ان في الصيام ديالنا ما كنشربوش. الوغ كو فهادوك لي جون اللي كيداروا في لي سونتر دو بيانيتر كيشربوا السوائل بالنهار، حنا السوائل ما مسموحاش لينا، دونك كنفضل انه تكون ديما موافقه ديال الطبيب قبل. اكيد حس دو كا بار كا دائما. علاش دكتور؟ فهي رخصه عطاها ديال الله سبحانه وتعالى، خصنا نستعملها. هو المرض ابتلاء وربي عطاني واحد الرخصه باش هذاك الشهر يعني نفطر فيه، علاش يعني غادي علاش غادي نحرم راسي منها؟ حنا فقط كذلك عندنا بعض السياقه معها هذه المساله تجينا بحال الغبينه الا ما صمناش كتحس بحال شي حاجه ناقصه صعيبه اننا مساله اخرى في هذا السياق هو ان تكتشف الان بان الصيام فهو كينقص بزاف من الالتهابات ومن الالم ديال المفاصل، كذلك الالتهابات ديال الامعاء كيقدر ينقص من الناس اللي عندهم لي ميغرين. واخا كنعرفوا اننا فاش كنصوموا كتجينا لا ميغرين، ولكن الان تثبت اننا فاش كنتوقفوا عن الاكل فالجسم ديالنا كيقدر يخدم هذوك الميكانيزمات ديال لوتو غيريزون ولا الشفاء الذاتي. اذا الصيام كيساعدنا اننا نتشافوا من الامراض الالتهابيه، ويلا تكلمنا على السرطان بما انه ايضا مرض التهابي. اكزاكتومون كذلك كاين دراسات اللي تثبتت بان بان الصيام كيعاوننا في لاتونسيون ارتيريال، كانوا داروا واحد الدراسه قارنوا اكزاكتومون كيخفض من معدل الضغط الدموي، فكانوا داروا جوج جاو دو جروب وداروا واحد الدراسه، ولو جروب اللي كان دار لو جون ودار الصيام لي شيفر ولا الارقام ديال لاتونسيون ديالو هبطت بزاف مقارنه مع الناس اللي كانوا كياكلوا او ميم طون كياخذوا الادويه. دونك باش نقدروا نستافدوا من هذه المزايا ديال الصيام خصنا لابد يكون النظام الغذائي ديالنا يكون متوازن وكيعتمد بزاف على الخضر والفواكه، لان جميع الدراسات اللي داروا الصيام كيرافقوه بان ريجيم فيجيتاريان كيديروا حميه نباتيه معاه وكياخذوا السوائل بكثره. حنا راه عندنا الوقت باش ناخذوا السوائل، دونك من مورا الافطار نحاولوا ما امكن نشربوا لتر ونصف حتى جوج لترات اما ديال الماء ولا حتى السوائل الاخرى راه محسوبه العصائر ولا لي سوب. دونك هاد المساله جد اكزاكتومون هادو كلهم كيقدروا ايضا حتى هي كلها ماء، الفواكه حتى هو يعني غنيه بالمياه. دونك هاد المسائل كلها كتقدر تساعدنا اننا ندوزوا الصيام ديالنا في احسن الظروف ونستافدوا منه. كذلك الصيام هي واحد الفرصه ان الناس اللي بغاو ينقصوا الوزن. الغريب في الامر اننا في المغرب بزاف الناس كيتزادوا في الوزن في رمضان، الوغ كحنا نورمالمون في رمضان خصنا نقصوا من الوزن. علاش؟ لان كاين داك كاينين الناس اللي في رمضان كياكلوا اكثر من الايام العاديه، منين كيفطروا هما كياكلوا ولا كياكلوا ولا الطبيعه ديال الاكل ديالنا كتعتمد بزاف ولكن على السكريات فكلها تتخلينا نزيد الوزن بزاف على السكريات وعلى المقليات. فما غاديش نقول للناس لا ما تاخذوش الشباكيه ما تاخذوش البريوات، ولكن نقدروا خصنا نقيسوا داكور، نقدروا واحد ندير واحد نهار او يومين في الاسبوع نقدروا ناخذوا الشهيوات ديالنا، ولكن الايام الاخرى ديال الاسبوع نحاولوا نلتزموا بواحد النظام غذائي اللي يكون جيد اللي غادي يعاوننا اننا ندوزوا الصيام ديالنا في احسن الظروف، وكذلك الذات ديالنا تستافد من هذا الصيام باش هذوك الميكانيزمات ديال الشفاء الذاتي، لان تو سي كاين بزاف ديال الامراض اللي بيتيتر ما كتكونش باينه علينا ولكن الي اون بيريود دانكوباسيون بحال قلتي عندنا امراض اللي يلاه كتاهب باش تبان. الى هذا الصيام ديالنا دوزناه في احسن الظروف فنقدروا دوك الامراض نحبسوها ما تبانش نهائيا. دايو فاش تكلمت على الشفاء الذاتي كاين كتعرفي بان الحيوانات لما كيمرضوا فهما كيمتنعوا عن الاكل. علاش؟ كيخليوا الوقت للجسم ديالهم باش يحارب هذاك المرض. اكزاكتومون دوك هذه المساله مهمه بزاف، كنا بزاف غافلين عليها من قبل باسكو في الدراسات ديالنا كنعتمدوا بزاف على الادويه والعلاجات الكيميائيه. الان بدينا كنتراجعوا في هذه المسائل وكنقولوا بان الذات ديالنا عندها واحد القوه انها تحارب هذه الامراض وهذه المشاكل الى خلينا لها الوقت والفرصه وما دخلناش لها السموم وخلينا لها الوقت انها تخلص من هذوك السموم المتراكمه. تبارك الله عليك دكتور ليلى بشرى، كالعاده يعني مواضيع جد مهمه كتهم صحتنا وصحه الصائم في رمضان. شكرا لك. غادي نمر الان مشاهدينا لفقره الزينه وجمال.
اليوم معك صفاء في فقرة زينة وجمال. اليوم غادي تحضري لنا وصفات كالعادة طبيعية 100% طبيعية، كنسطر تحت منها وكلها يعني محضرة بالروز. الروز يعني هذا النوع اللي تنعرفوا أنه أول روز، يعني هو نوع من النشويات اللي برهن على الفعالية ديالو في نضارة في جمال البشرة، الترطيب ديالها وأيضا التفتيح ديالها. وخير مثال دابا ملي تنشوفوا الكوريات، دابا الكوريات يقول لك بشرة زجاجية، بشرة كبشرة الأطفال. فشنو محضرة لنا اليوم؟ أولا بعدا سعيدة أنك معها غندوز معك اليوم. أنا سعيدة بك صفاء. مرحبا بي عندك ومرحبا بك عندي. ألوغ كما شرتي أنه اليوم غادي نخدموا بالروز أو الأرز لأنه هو المكون الأساسي في هذه الوصفات. غنديروا ثلاثة الوصفات إن شاء الله. وبغيت نعرف واش كتعرفي الفرق بين الروز البيض والروز الأسمر؟ بيان سور تنعرف الفرق بيناتهم، هو يعني انا في اللون، ماشي في اللون، في اللون وفي القيمه الغذائيه. فوالا نعم، دوك الروز الاسمر هو عنده قيمه غذائيه وقيمه جماليه اكثر من الروز الابيض، لان كتكون القشره تحيدات من الروز الابيض. نعم. داكشي كيولي ابيض، هو تيكون محتفظ بها، هو كيكون محتفظ. نعم. بها. فالناس اللي عندهم الروز الاسمر ولقاو يديروا به وصفه طبيعيه يديروا به كان احسن. حنا توجد لنا دابا الروز العادي البيض، غنديروا بالروز الابيض. الوغ كما قلتي الكوريات معروفات بالوصفات ديال الروز، وكيستعملوها يعني تقريبا في كل شيء، في الكريمات ديالهم، في الماسكات ديالهم، حتى باش الغداء ديالهم هما طبيعه الحال هي الثقافه ديالهم ديال الروز. ولكن دخلوها واثبتت الدراسات بان كما الروز عنده قيمه غذائيه اللي هي غش او كثيره، فحتى في الجمال. دونك اليوم غنديروا ثلاث الوصفات ان شاء الله. انا ما كتقنعنيش وصفه في الفقره ديالي، ضروري خصني ندير جوج ولا ثلاثه. جوج ولا ثلاثه، تبارك الله، جينيروس تبارك الله عليك، الكرم ككل مغربيات. دونك الوغ الوصفه الاولى غادي نديروا، غناخذوا الروز غادي نديروه في الماء يطيب. داكوغ، غنديرو في الماء، يعني كل مثلا معلقه ديال الروز غنديرو فيها جوج معلقه ديال الماء. بحال البرانسيب ديالنا، بحال الطياب ديالنا، بحال الطياب. كل كاس كنديرو مثلا جوج كيسان، جوج كيسان ولا كل ساعه جوج دلايق. نعم، نديرو مثلا ثلاثه ولا اربعه المعلقات. نعم. غنديرو ثمانيه المعلقات ديال الماء. الشديده. نعم. تيجيهم ساهل، نقول لهم المراحل كاملين. دونك كنحصلوا على هذا القوام بحال هكا ديال الروز كما كيبان في الكاميرا. هذا مسلوق دابا، هذا مسلوق ما فيه لا من الحلا والو، غير الماء تطا. نعم. دونك بحال هكا كنحاولوا نخليو فيه شويه ديال الماء باش يعاوننا يولي قوام كريمي من الكريم. نعم. دونك الوصفه الاولى هذه كنقول لها انا الوصفه العجيبه ولا السحريه. علاش؟ لان نقدروا نديروها لوجهنا، ليدينا، الجسم ديالنا، رجلينا. حنا غنشوفوا نديروا ان كوماج بها ولا ماسك. ماسك نعم، نقدروا نديروا كوماج بواحد الطريقه واحده اخرى، لكن هذه غنديروها ماسك لان غنطحنوها غنليلوها مزيان غتولي اون كريم. دونك شنو غنستعملوا فيها؟ غنستعملوا فيها كما قلنا الروز اللي هو مسلوق في الماء طايب، هادو اربعه المعلقات تقريبا. تقدر السيده دير غير جوج معلقات، ولكن غنوريو كيفاش غادي نخزنوها، شنو غنزيدو فيها باش تقدر نحتفظوا بها في الثلاجه. فتقدر دير باش ما تعكسش، دير مره واحده. دونك بحال هكا غنديرو لالويفيرا. السيدات اللي عندهم لالويفيرا طبيعيه غير هما يردوا البال باش بغيو يستخرجوا. لا ماشي على الاستخراج، حيت كاينه لالويفيرا اللي كتكون صالحه للتجميل، وكاينه كيكون واحد لالويفيرا اللي ما صالحاش للتجميل. انا دزت واحد التجربه شخصيه، كانت عند واحد الصديقه ديالي وعندهم في الجرده ديالهم. ماشي خاصها تكون عندك كتفوت عامين لا ولا ثلاث سنوات؟ ما عرفتش باش ما نكذبش عليك، ما عرفتش المده، ولكن خاص الانسان يرد البال ويعرف شنو كيدير. واستعملتها في واحد الوصفه رجلي، اوغوزمون جربتها عندي هذاك وشنو لو ريفليكس، شنو قالك؟ حرقاتني ونوضت لي حبيبات. دونك اذا يرد البال غير نردوا البال، يردوا البال اش من نوعيه ديال الويفيرا. الا ما كانوش الناس عارفين، انا ما عرفاش، ما كنعرفش نستخرج للويفيرا هذا، فخديناها من الجرده عندهم دار هذا في البيت ديالهم ودرتها. اوغوزمون جربتها في رجلي، ما جربتهاش في وجهي. عرفتي حمرت لي وتنفخات ودات لي حبيبات فيها ودات لي حساسيه. مشيت للطبيب، طبيب الجلد. دونك هذه الويفيرا كتكون كتباع 99% طبيعيه، ما كتكونش غاليه. بواطه كنستعملوها مده يعني طويله، انا هي اللي كنستعمل صراحه لا الشعري لا لوجهي لا البشره ديالي. دونك درنا تقريبا اربعه المعالق ديال الروز. غادي نديرو هنا جوج معالق كبار ديال الويفيرا. خصنا نعرفوا ان الويفيرا مغذيه وغنيه بالماء، فكنديروها بعض المرات حتى الحروق اللي كتكون طفيفه، كنديروها البشره كتكون ناشفه، كندخلوها بزاف في الوصفات الطبيعيه. نقدروا نستعملوها لشعرنا كمغذي مع مثلا صفر بيضه، ماسك لوجهنا بوحدها زعما اكسيلونت. دونك غنخلط
انا الوصفه هاد جوج مكونات الله يجعل البركه مزيان ياك. بغينا نزيدوا نتركزوا شويه على راسنا بغينا كل بطبيعه الحال خاص يكون المكونات اللي كيمشيو مع بعضياتهم. بغينا نزيدوا مثلا معلقه ديال ياغورت طبيعي. انا راه دائما كنقولها في الفقره ديالي انا سراقه اللي كان في الدار كنسرق منه. عندنا شي ياغورت غنديروا به شي حلوه عند ديال الوليد ناخذوا منه معلقه نزيدوه في الوصفه الطبيعيه للوجه ديالنا ما كاين مشكل. بغينا نديروا مثلا شويه ديال زيت الكوكو ولا الكوكو يكون شويه هذا ولا زبده الشيا حتى هي ماشي مشكل. انا غتغدي لنا البشره ديالنا وعندها افاده. دوك الروز علاش كيصلح؟ علاش كنستحملوا علاش نايض هذه الضجه عند الكليات؟ انه الى غوجينيغ يعني كيجدد خلايا البشره. نعم الخلايا ديال البشره لانه ان اونتي اوكسيدون مضاد للاكسده فبالتالي البشره ما كيبقاوش فيها مشاكل والتهابات ولانه كيساعد على انه التجاعيد تعطل. حنا العيالات ما عندناش مع التجاعيد تعطل. حنا قلنا ما واخا هي غتجي غتجي بروسيس دو فيي يسموها لا علاش هما كيبانوا دائما الشباب واخا السيدات الكليات كيكونوا والاسابيات عموما كيبانوا شويه صغار على السن ديالهم ليجين دو في وطريقه الاكل ليجين دو في جو بونس حتى هما يعني حتى مساله عرقيه هذيك اي بطبيعه الحال كيكبروا يعني كتلقاي تقرا السيده حتى الماكله حتى الماكله حتى الماكله قليله الماكله طريقه الاكل كتلعب دور نعم الا كثر ديال الاكل ديالي يعني كيعتمد على مضادات الاكسده بطبيعه الحال كيبان في البشره ديالي وفي الجسم ديالي اكيد. دونك غادي نطحنوه. حنا في فقره الجمال كنستعملوا شويه ديال زيستونسيل ديال لاكويزين بحال غادي نطيبوا ياك ما بغيتي نعاود الله يكبر فيك بس باش نشوف القوام اللي غادي يعطيه قوام كريمي الوغ هضرتي على القماش قبيله نعم هذا ماشي القوام النهائي نقدروا بهذا القوام نديروا ان قماش هكذا الوغ غنوريك باش تفهمي اش بغيت نقول لك جربي في يدك تقدروا تزيدوا معاه مثلا قليل من الكوك كيكون في الدار الكوك ديال جوز الهند وتقدري تستعمليه ان قماش وتخليه تكملي به مثلا 15 دقيقة 15 دقائق الاولى نديرها ان قماش يعني حركات ميكانيكيه للوجه ديالنا ومن بعد نخليه كماسك وعاد نغسلو تينشف 15 مينوت ومن بعد غادي نغسلو نعم. سينو حنا لا حنا بغينا يكون كريم يعني غنزيدو في الطحين. السؤال مي بغيتي يكون علاش ما ناخذوش الدقيق من الاول وديري له هذه الخلطه هذه؟ لا 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 غادي ناخذو بحال خاصو يطيب باش هذاك النشا ديال الرز ذاك الماء ديال الرز هو فيه الافاده فيه الافاده ديال الرز غنديرو جوستومون تو انتيسيبي غنديرو وصفه بدقيق الرز دوك لضيق الوقت ما يمكنش ليا غنزيد الطحن باش نقدروا بقينا الوقت نديروا الوصفات الاخرين كاملين ولكن غير باش السيدات ياخذوا واحد الفكره اسمحي ليا فوالا باش ياخذوا فكره على ونزيدوا نيلو اكثر من هكا دونك مازال عاود يطحن اكثر يطحن اكثر ميرسي الوغ الا زدنا فيه مثلا معلقه ديال الوغد غتعاون غتولي غير اكثر دونك نزيدو نطحنو مزيان الوغ حتى نحصلوا على كريم غنحصلوا على كريم السيده تعرفوا القوام انه كيولي كريمي ديك الساعات كنستعملوا ماسك الوجه ديالنا نديروا ان كوماج ضروري الكوماج الكوماج ان الفرق بين الكوماج والماسك جوج حوايج لو كوماج كينقي الوجه واخا كتقولي السيده لا راك خاصك وجهي يوميا لا الكوماج دوك الحركات الميكانيكيه كيحيدوا دوك الخلايا الميته وداك الشيء فوالا اكزاكتومون وكنوجدوا البشره ديالنا باش تستوعب لينا حسن الماسك ما نجيوش نديروا الماسك بلا قماش دونك فوالا هذا كيتسمى ماسك نقدروا نديروه ماسك لشعرنا حتى الشعر نزيدوا فيه زيت من الزيوت للشعر وزيت مثلا عندنا مثلا عندي تساقط الشعر نزيد مثلا زيت الخروع او زيت السانوج بغيتوا ليدغاتاسيون للترطيب نزيد زيت الافوكا او زيت الكوكو لانه مغذي جدا دونك هذا داك الشيء قلت لك سحري الوصفه الاولى هذه الوصفه الاولى كدار 3 ans الشعر البشره الوجه سي مانيفيك وممكن غير مكلفه ماشي غير مكلفه انا شويه عزيز عليا انا عزيز عليا شي حاجه تكون رخيصه ما تكونش غاليه في المتناول الجميع طبيعه الحال اندوغ الوصفه الثانيه سمحي غير هذا نحيدو من هنا الوصفه الثانيه غادي نستعملوا باش تخليك على خاطرك غنديروا الدقيق ديال الرز غنديروا الدقيق ديال الرز كطحني كطحني لا 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 افيك بليزير بالعكس الوغ الدقيق ديال الرز علاش كنستعملوه الوغ حتى هو غادي نستعملوا به ماسك لا تيكستور ديالو غتكون او القوام ديالو غيكون ديفيرون نعم ياك مطحون كنطحنوا في الدار عادي الرز عادي يطحن مطحون على العطاره كلهم تيديروا انا كنفضل ما نديرو تحت يعني شي حاجه ديال اللي واقع عارفه شنو دايره وهذا نطحن شويه ونخليه الوغ غناخذوا جوج معلقات ديال دقيق الرز
وغناخذوا معلقه ديال النشا ديال الذره. نعم حتى هو عرفنا بان عنده فوائد زوينه للبشره. دونك دقيق القرص ونشا نشا الذره ونشا باش نخلطوه. غادي نخلطوا مع ورد وقيله شمي مثل الورد هو هذاك. ولكن السيدات عندكم السل اللي عارفين بان بشرتهم الى فيونيرابل ديما حساسه عندها مشاكل تجنب مثل الورد تتجرب بشي منطقه مورا الاذن. دائما كنقول نعم باش الا ما درناش الحساسيه 24 ساعه 48 ساعه نستعملوا. ولكن كيكونوا بعض السيدات عندهم مشاكل عنده حساسيه العسل الحساسيه ديال الورد يردوا البال نبدلوه معلقه ديال ياغورت مع زبده الشيا طريف ديال الزبده في الدار زبيده عاديه زبيده عاديه نعم ونديروها ونديروا في بلاصه. دونك غادي نخلطوا القوام خاصو يكون عاقل ديال باس ديال انت شوفي اماس ماشي بزاف شويه بقاو شويه بشويه باش نتبعوا حتى شي دابا بحال دابا هكا ها هو باقي عاقد. دونك غنزيد شويه شويه حتى نوصل داك القوام اللي بغيت. شوف بحال جينا من خشع السيدات المغربيات تبارك الله حادقات وكيعجنوا دونك عارفين شنو كاين. دونك فوالا بحال هكا ونخلط مزيان حتى كما كتشوفي ملي قوام عاقد بقى عاقد ماشي عاقد بزاف وماشي خفيف بزاف. المهم اللي غادي يصبر لي غادي يزيد ماسك فوالا. نعم الوغ هذا كنت نسيته معها هذا باش نخليه في الثلاجه ديالنا لانه مكونات طبيعيه وما فيهاش مواد حافظه. غنزيدو فيتامين او لا فيتامين كابسول اون كابسول كاينه ولكن انا كنرتاح كابسول لان كنقدر نجيغي لي كونتيتي يعني المقادير نقدر ندير وحده جوج. دونك نقدروا نديروه ونخليوه في شي اناء اللي يكون معقم الا بغينا نحتفظوا عليه الا بغينا نستعملوه. عرفتي علاش كنشجع السيدات لان السيدات بزاف كيكونوا شويه معجزات ديروا تخليه في الثلاجه باش تستعملوا كل نهار. دونك باش تحافظ عليه ديرها ولا دير هذا سينو بحال هذا لو ماسك هذا القوام لا هذا نديرو نهار بنهارو. دونك هذا انا غنزيد فيه فيتامين او جوج كبسولات فيتامين او نقدروا اننا نحتفظوا عليه. لا كنديروا ديك الساعات هذا غنديروا ديك الساعات لان الفيتامين او هو مضاد للاكسده مضاد للاكسده ومفيد للتجاعيد. دونك فوالا كنديروا على الوجه ديالي شحال ديال الوقت كنديروا على وجه تاكو كون نظيف كنديروا واحد تقريبا 10 حتى 15 دقيقه وكنغسلوه. الوصفه الاخيره دغيا الوغ كناخذوا هذا الماسك تيسو هذا درته غير البارح امها كناخذوا منقوع ديال الروز باش نوري في الكاميرا دغيا شتي الماسك فاش كيتنفخ الماء ديال الروز اللي كنقعوا 24 ساعه وكنستعملوه ماسك كيكون زوين بزاف للوجه كيحيد التهيجات كيعطي واحد النضاره للوجه الوجه. فكنتمنى انك تجربي هذه الوصفات والسيدات حتى هما يجربوا الوصفات اللي درنا اليوم لا من بعد وان شاء الله نشوفكم على خير. تبارك الله عليك الله يبارك فيك معنا متعلقه بوصفاتك اللي هي في متناول جميع السيدات. تبارك الله عليك صفاء. اذا مشاهدينا نمر الان لفقره اخرى واللي هي الورقه القانونيه بمعيه الاستاذه خديجه الروقاني. استاذه الروقاني مرحبا بك. اهلا وسهلا معها. مرحبا بك في الورقه القانونيه وموضوع جد جد مهم اللي خرج مؤخرا لحيز التنفيذ. كنتكلموا اليوم على القانون 18 اللي كينظم حملات التبرعات وتوزيع المساعدات على الفئات المعوزه. شنو الراي ديالك استاذه يعني في هذا القانون؟ هو ما هذا القانون جا في مكان قانون اخر ديال اللي كان كيتسمى ديال الاحسان العمومي اللي كان صادر سنه 1971. نعم وهذا القانون هذا منذ 1971 يعني ما طرا عليه حتى شي تعديل وبقى قانون يعني اللي متخلف عن الواقع وبان تجاوزه الواقع وبان البساطه ديال هذا القانون اللي اظن كانت فيه شي سبعه ولا سته ديال المواد فقط كان يعني سهل ان يتم التحايل عليه وبالتالي كان كيتم استغلال هذه الثقافه السائده داخل المجتمع المدني المجتمع المغربي اللي هي ثقافه ديال المساعده ثقافه ديال التضامن ثقافه ديال 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 الخير ايضا اللي سائده عندنا يعني هي راه كتعتبر جزء من ثقافتنا المتاصله في المجتمع المغربي ولات كتستغل من اجل النصب والاحتيال على الناس وراه كانت دعاوى وشكاوى كثيره بالمحاكم المغربيه اللي كتعلق بهذا الموضوع. نعم. يعني استغلال وضعيه شخص عائله فئه هشه ظرف معين كيمر به تقدر احيانا تقدر ماشي كاع حتى فئه معوزه مثلا اسره عاديه ولكن ما غيقدوش يديروا مثلا واحد حفل زفاف فكاينين اشخاص اللي عندهم قنوات على اليوتيوب ولا كاينين اشخاص عاديين
ان كيجيو كيعرضوا ديك الحاله بواحد الطريقه اللي فيها الاثاره وفيها الشعبويه، وكاينين ناس مساكن اللي عاطفيا كيمشيو مع هذا الشيء كيصدقوا وكيعطيو. انا اتذكر حاله ديال واحد السيده كانت في ايطاليا، كانت تصلات بيا ومرضات جدا نفسيا، وبدات كتمشي عند طبيب مختص في الامراض العقليه والنفسيه في دوله ايطاليا بكثره ما حسات يعني بالغبينه وبالظلم جراء انه تم استغلالها، وصدقات وصيفطات اموال يعني كبيره، وحتى بدون ما تعرف عائلتها والزوج ديالها، عرفت راسها انها تنصب عليها، بان تنصب عليها، وان هذوك اللي كانوا كينشروا هذيك الاعلانات وكيطلبوا مساعدات وكيصوروا الناس بان استولوا عليها. لا دابا بالنسبه لهذاك القانون ما كانش ممكن، لان كانت فيه شي عقوبات بسيطه ماليه، ولكن كاين القانون الجنائي اللي كيجرم على النصب والاحتيال، وكيجرم على العديد من الافعال اللي ممكن انها تنطبق على هذا الشيء. دابا حاليا كاين هذا القانون 18 اللي اشرتي ليها مها، واللي هو تيتعلق بتنظيم بالضبط عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لاغراض خيريه. اذا المصطلح ديال الاحسان العمومي زال، لانه اولا العنوان تبدل، واخر ماده في هذا القانون اللي تقريبا كاينه شي 46 ماده عوض انها كانت 6 ولا 7 المواد في القانون القديم، كتقول لك اودي ما بقاتش هذا المصطلح ديال الاحسان العمومي، ولكن هذه المساله ديال جمع التبرعات من العموم يعني لاغراض خيريه، ما بقاش هذا الاحسان، لان هذا المصطلح ديال الاحسان يعني ما كاينش في المنظومه حقوق الانسان، يعني فيه واحد النوع من التعاليم الفوقيه الى غير ذلك، يعني من اجل صيانه هذاك الشخص اللي كيستافد من التبرعات. وفعلا هذا الشخص اللي كيستافد من التبرعات حاضر في هذا القانون، بحيث ان هذا القانون نص على انه تطبق مقتضيات قانون اخر. شنو هو هذا القانون؟ هو القانون 09/08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بمعنى الهوية والاسم إلى غير ذلك ديال الشخص اللي استفد من هذا الشيء خصها تبقى يعني في السرية وتكون لانونيما، باش انه ما نكشفوش على دوك الناس، لا المتبرع لفائدتهم بالاسماء ولا اللي مثلا انه عطى هذاك التبرع وساهم. اذا هذا القانون طبعا بديتي لي بالعقوبات، فعلا هذا القانون فيه عقوبات، ولكن العقوبات اللي فيه عقوبات ماليه، غرامات، حاله خرق غرامات، خرق القواعد والشروط المنصوص على هنا، ولكن هذه الغرامات الماليه هي مرتفعة، بحيث أنك توصل حتى ل 500,000 درهم، يعني 50 مليون. نعم. من 5,000 درهم حتى ل 50، من 100,000 ريال حتى ل 50 مليون. على الجهة المخالفة المتبرعة اللي كتجمع التبرعات. نعم. يعني أن نعم. أن الجهة خصها أنا ما احترماتش، لا ما احترماتش الشروط والقواعد المنصوص عليها، احنا غنجيو ليها. إذا فيها من 5,000 درهم. نعم. حتى ل 500,000 درهم. نعم. وفي حالة العود يعني كانت شي مخالفة لهذا القانون وكانت شي غرامة مالية تحكم بها، ولو غير بالحد الأدنى اللي فيه 5,000 درهم، كيتعتبر في حالة عود لكان هذاك الحكم يعني نهائي، وعود ثاني ارتكاب مخالفة أخرى لهذا القانون، خرق لهذا القانون، يعني في الظرف ديال 4 سنوات من الوقت اللي ولا فيه ذاك الحكم الأول نهائي. هنا كتولي حالة عود الضعف ديال العقوبة، ممكن أن العقوبة عوض 500,000 درهم توصل لمليون ديال الدرهم، يعني 100 مليون تشديد العقوبات. نعم تشديد. نعم. ديال العقوبات. نعم. بالإضافة إلى أنه مثلا ممكن تكون متابعة بالنصب والاحتيال، مثلا قانون جنائي، ممكن تكون متابعة بأي فصل في القانون الجنائي إلى كان يعني ينطبق على ذاك الفعل اللي ارتكب. إذا هذا القانون أولا قال لنا اشنا هو الدعوه لجمع هاد التبرعات للعموم، كيقول لك على ان هي واحد الالتماس موجه الى العموم من اجل الحصول اما على اموال او منتجات او السلع الى غير ذلك، لتمويل مثلا واحد الشخص ولا واحد الاشخاص ولا واحد المنطقه ولا غيرها، او مثلا لانجاز مشاريع، ما
مشاريع ثقافيه ولا اجتماعيه ولا غيرها. مثلا بغينا نديروا مدرسه، بغينا نديروا ملاعب، بغينا نديروا مثلا شي 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 مكان اللي يتم تكوين فيه مثلا الشباب على شي مساله معينه. اذا ماشي بالضروره الجمع ديال الاموال، تقدر تكون سلاح وتقدر تكون اي حاجه اخرى، يعني مسائل ماديه المهم اللي كتكون مشروعه ولا عينيه ولا عينيه. ولكن هذا القانون يعني قطع الطريق على الاشخاص الذاتيين، ما بقاش ممكن كما كنشوفوا حاليا كيف ما كنا كنشوفوا بان اي واحد يدير. لا هنا كاين شروط، خاص جمعيه، خاص مؤسسه. يعني انا نط اليوم قلت بغيت نعاون هذيك السيده، اجي نجمعوا التبرعات، ما بقاش داك الشيء نهائي. خاصني نمشي صراحه تكون جمعيه. الجمعيه تكون جمعيه مؤسسه بطريقه قانونيه. نعم. كتقدم طلب ديال الترخيص، يعني عندها ستاتيو جوريديك. طبعا عندها ستاتيو جوريديك. نعم. عندها قانون اساسي، عندها نظام داخلي. يعني ستاتيو انترن ديال لاسوسياسيون، حتى هو خص وصل الايداع، يعني داك الريسيبيسي باش اللي تعطى باش ان تاسست الجمعيه، كذلك على الوضعيه الماليه ديالها كي دايره، اللائحه ديال المكتب المسير للجمعيه، وخا الشروط ما يكونش شي واحد من المكتب المسير فايت محكوم عليه بعقوبه حول الرشوه ولا الاختلاس ولا جريمه ارهابيه ولا جريمه عندها علاقه بامن الدوله، واحد المجموعه من الافعال الاجراميه الا كان سبق ومتابعه من جنا ما يمكنش انه يتقبل ديال ديك الجمعيه، واصلا ما خصوش يكون في المكتب المسير. اذا كيتقدم داك الطلب خاص 30 يوم قبل ما تكون 30 يوم. ولكن الا مثلا كانت شي كارثه طبيعيه، مثلا الله يحفظ زلزال، مثلا شي حريق مهول، مثلا شي فيضان، ولا شي حاجه، كيخفضوا هذاك الاجل 24 ساعة. النهار انه قبل. اذا ولكن كيتحدد المكان والزمان والفتره، وشكون الاشخاص، وشنو هو الهدف، وشنو هو الغرض، شحال المبلغ المتوقع انه يجمعوه الى غير ذلك. وملي كيساليو بعدا كاينه رقابه ديال جهات اداريه وديال العمل الى غير ذلك، بحيث انه ممكن يوقف، ممكن يعترض، ممكن يمنع. مثلا الا جا هاد الشيء فتره ديال انتخابات او قريب انتخابات وشاف بانه ممكن، لانها للاسف الشديد دابا هاد المساعدات الاجتماعيه ولا بين قوسين ما كانوا يسمى باعمال خيريه، كان يوظف سياسيا ومن بعض جهات يعني سياسيه وفي حملات انتخابية كانت وكانت معروفة هذه المسألة. إذا هنا العمل ممكن أنه يعني يدخل الفرص. في التوقيت، في المكان، في الجهة، في الظرفية مثلا السياسية اللي ممكن أنه تكون فيها. وكذلك أنه يعني ملي كتسالي هذه العملية خصو يتقدم واحد التقرير مفصل لهذه الجهة، ان كونت روندو بكل شيء بالأرقام ديتايي، ان رابور ديتايي على شنو وقع وشنو داروا فين وشحال جمعوا الى غير ذلك. ولا كان المبلغ اللي تجمع قل من مليون ديال الدرهم، اكثر عفوا اكثر من مليون درهم، مليون ديال الدرهم او اكثر، خص تقرير مالي. نعم، ان رابور فينانسي. وهذا لو رابور سيكون دارو خبير حيسوبي اللي مسجل ويعني يعني مختص من الناحيه القانونيه. الاكسبير كونطابل هو اللي كيدير يعني احنا التقرير. وفي حاله ما يعني راه كيعطيو يعني تا ديتاي على التوزيع، وان الاداره في شخص العمل كتدخل يعني حتى في التوزيع ديال داك الشيء، ماشي غير في العمليه ديال جمع التبرعات، ولكن حتى المساله ديال التوزيع ديالو. في حاله ما وبعدا خصو يكون حساب بنكي خاص بهذه العمليه اللي كتفتح، ماشي لو كونت بونكير دو لاسوسياسيون. نو، هذا حساب خاص جديد بهذه العمليه. نعم. جديد. نعم. جديد، ماشي الحساب البنكي ديال الجمعيه. استاذه تبارك الله عليك، وحنا يعني انا سعيده بهذا القانون اللي خرج حيز التنفيذ، فهذا القانون غادي يمنحنا وغادي يعطينا فرصه باش نقطعوا الطريق قدام النصابين وقدام المحتالين. انا كنقول بان هذه الثقافه خصنا نشجعوها داخل المجتمع المغربي، واش نشجعوها اكثر، نشجعوا الشفافيه، خاص يكون حسن تطبيق هذا القانون، وما نخليوش الناس اللي اغتناوا ملايين وعشرات الملايين من الدراهم اللي كيديروها باستغلالات شي وكيكونوا ضحايا. اكيد. وتحيه الناس اللي كيتبرعوا، ولو انه للاسف يعني بحسن نيه هذوك الناس. جات واحد اللائحه ديال عشرات ديال اغنى الاغنياء في العالم اللي كيتبرعوا، يلا كان فيهم عربي واحد من جنسيه سعوديه
والاخرين كلهم من جنسيات اجنبيه واغلبيه ديالهم امريكيين، ولكن تحيه الكل وكانوا يعني في لاكوب دي موند الاخرى. نعم. كانوا في حق اللاعبين ديال كره القدم. نعم. لتحيه لهم، تحيه لهم هذا المنبر اكيد، وفي التبرعات اللي كانوا قدموا. وتبارك الله عليك استاذه خديجه الروقاني. مشاهدينا غادي نمروا الان لاخر فقره، فقره قفطان صباحيه الدوزان، بقوا معنا. وفقرة قفطان صباحية الدزام الجميلة والمتألقة ليلى حديوي، عرضة لنا اليوم للمصممة مريم الحجوجي، مرحبا بك. مرحبا بنا في الفقرة ديال كاملين لابسين الكحل كوبا غازا، ما درناش بالعاني صدفة. وكيف قلت مها اليوم معنا المصممة الغنية عن التعريف مريم الحجوجي، مرحبا بك معنا في صباحية الدزام، نورتينا وتبارك الله عليك. ميرسي ليلى، ميرسي مها، مرحبا بك مريم. اليوم جايبه لنا تقدمي لنا تشكيله لرمضان، تشكيله بلديه باش يعني هكا السيدات يقدروا انهم كنظن انهم يستقبلوا بها العائلات ديالهم، دابا كنعرفوا شهر العرادات وهكا العائليه، فيقدروا انهم يلبسوا في المنازل ديالهم ولا كاع يقدروا انهم يعني يستغلوها في الحفلات هكا على برا. الإشارة مريم الحجوجي هي اليوم جابت لنا كيف قلتي اون كوليكسيون خاصة باللباس ديال رمضان، وفي نفس الوقت لي بيجو حتى هما الحلي أيضا الحلي والمجوهرات. وفي نفس الوقت نبغي نهنئك مريم على لا كوليكسيون اللي درتي في لندن آخر مؤخرا. قامت بعرض أزياء اللي كنتي متألقة جدا، ونبغي نهنئك لأن دارت أن ديفيلي زوين في لندن، وهذا كيشرف يعني بالقفطان المغربي والصناعة التقليديه المغربيه ديالنا. برافو. انا ريبريزونت يعني خارج ارض الوطن، سيتي اون كوليكسيون اللي هي فريمون ديال لا كومون دي لا اوت كوتور دين دان بوديوم من لبسات سلاينبي هي بها. دونك مريم ما خليناكش تدوي اليوم انا معاها و نخليكم تهضروا. تبارك الله عليكم. ميرسي مها، ميرسي ليلى. سيتي اون بيل اكسبيريونس ا لندن، اوني بارتي ريبريزونتي المرأة واللباس التقليدي المغربي ديالنا. تبارك الله عليكم. كانت اون اكسبيرونس اللي تجربه اللي كتكون فيها واحد الخلعه، كتكون فيها واحد، ولكن الحمد لله نال الاعجاب. قلتي لي بان نال الاعجاب بزاف ديال الناس. كانت اول مره، كانت اول مره، لا ماشي اول مره سمعت الخلعه، قلت واش هذه اخرى، ولكن دائما كتكون شي حاجه. دائما كتكون الخلعه يا مريم، كتكون ميم صباحيه كتكون عندك واحد الخلعه، واحد الخلعه اللي كتكون بحال الادرينالين ولا بد. تجليبات تكون دي فوا ما عندوش شنو غيلبس، وهذا دغيا تيبقى سامبل زعما سهل في اللباس، كيبقى براتيك. اكزاكتومون. انا غادي نوريكم اللبسه ديالتي حتى الاخر، حيت لا خلاص لا حتى الاخر تنساليو العرض باش نوريكم اكزاكتومون جني البات والقفطنات اللي جايب اللي جابت لنا من بيشوز. دونك نوريكم اخر لبسه اللي انا عجبتني بزاف ودرتها مع واحد فيس في فقره للاحسن مع كوتش منى الصباحي. من فقره نصائح في التغذيه مرافقنا دكتور سهام شمر، غتكلم لنا على اهميه استهلاك الماء في رمضان. الكل والمزيد في صباحيه الدزام، عواشر مباركه ورمضان كريم. إلى اللقاء.